جديدة ما حصلتش. دي بقى مكنة حاجات بتضحك. دي مكنة الايه؟ البورورم. البورورم. مكنة البورورم السحرية. رياضة. تلعب رياضة. رياضة. البن طلع مفيد في حاجات تانية كتير. هنا بقى بن هنا. بص بقى هنا بقى بن بنعمل بقى هنا البن وهنا المقشه بتاعت البن بتكنس اللون بتكنس على التراب ايوه والحله دي بتلف برر. ترفع وجبرينا الحله بتلف ومن هنا بقى بتزرب ايوه طلع البرر من هنا ده الراجل استنى ورينا نوع المكان بص هي دي لمبه دي ولا ايه وده بتاع مدخنة كشاف عشان ينور البن وهو ماشي عشان يشوف ديش 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 ديش. يشوفهم ودي مدخنة دي ايه ده مدخنة وهناك كده بيخش النار كده قطر البن دي 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 دي. وان هنا دي بتتفتح والبن بيقع منها الكهرباء دوس على المفتاح ودور وحطك انت تطلع حطك تطلع بطرمانات يعني هما بيحط البن هنا بيسخن بعدين بينزل يطحن يبقى مطحون وسخن يعني عشان هناك بص في مقفل بتاع سخن ما انت ورينا هنا برضو ما احنا هنا عايزين نشوف معاك يعني هنا احكي انت بقى مش انت اللي كنت بتحكي هنا دي بيلفوا عشان يجيبوا البن ودي مفرمته والحله دي بتلف بو 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 بو. وهنا ده جوه هنا بيسخن البن وهنا دي بتطلع البن اهي بيتفتح كده والبن بيقع من هنا سخن ودي بقى تلف وتطحنه بقى بيكون نازل من هنا سخن سليم هنا بقى تطحنه يكون سخن يتعبى بقى في اكياس كده بقى ويطلع برطمانات يطلع ودي مدخنه بتطلع بتعفر تراب بتزمر وهنا بقى بيطلع البن المطحون السخن بتدور على ايه جوه بقى بشوف جوه في ايه مفيش بن جوه وي في تم مطحن دي بقى بتلف ولا كده لو حطينا اندومي هنا هيطلع اندومي مطحون اندومي سخن نعمل بن بالاندومي ما تيجي نقول له اعمل لنا اندومي محمص حمص لنا الاندومي ونحطه ونجرب طعمه ونجرب احنا اول ناس شربنا اندومي محمص في مصر اندومي محمص باللبن تصدق نجرب الصيد نجرب مكان غريب نجرب الموضوع ده هنا دي عامله زي المقشه ايوه اهي وهنا كده ايه نعمل هنعمل تجربة الاندومي المحمص ده الاندومي المشوح بن الكرم كله ده بيطبخه مكتوب كده مكنة البن السحرية وداع